السؤال هو: السيد أحمد بن طراس الناظر ابن أبي الفائز المعروف بأحمد بن هاشم، يعود نسبه إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، توفي في سنة 546، يقع مرقده في كربلاء تحديدا، محمد، في شمال غربي قضاء الهندية، شمال غربي قضاء عين التمر، أم شمال غربي قضاء الحور؟ في هذه اللحظة يبدأ الوقت، يلا تشاوروا. تريدون آلية مساعدة ولا لا؟ محمد تريدون؟ نستعين بقناة المعارف إن شاء الله. الاستعانة بقناة المعارف، يلا اتصلوا بقناة المعارف، خلي تساعدكم قناة المعارف على هذا السؤال. السيد أحمد ابن طراس الناظر بن أبي الفائز المعروف بأحمد بن هاشم، يقع مرقده في كربلاء تحديدا، في شمال غربي قضاء الهندية، أم في شمال غربي قضاء عين التمر، أم في شمال غربي قضاء الحر؟ و... السلام عليكم. على السبيكر. السلام ورحمة. يلا السؤال: السيد أحمد طراس الناظر بن أبي الفائز المعروف بأحمد بن الهاشم، يعود نسبه إلى الإمام الكاظم، توفي سنة 646، يقع مرقده في كربلاء تحديدا، في أولا شمال غربي قضاء الهندية، نعم. شمال غربي قضاء عين التمر، شمال غربي قضاء الحور. هاي الخيارات. شمال غربي قضاء عين التمر تمام ان شاء الله. نثبت ان شاء الله. نثبت شمال، والإجابة صحيحة شمال. صلى الله عليه وسلم محمد وآله محمد.